اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايف زوف دوكس. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده الحلقه الرابعه من تدريبات كلب البيتبول. النهارده موضوع حلقتنا عن امر ست اللي هو امر الجلوس. ده واحد من الاوامر المهمه في تدريبات الطاعه. النهارده هنشوف كلب البيتبول ازاي يتعلم امر ست. تعالوا شوف. بطريقة بسيطة جدا جدا تقدر تعلم الكلب بتاعك امر ست او امر الجلوس. الهدف من اللي انت هتعمله ان الكلب يوصل لوضعية الجلوس علشان تقول له ست وتبدأ تديله المكافأة. زي ما احنا شايفين حركة ايديا من فوق راس الكلب بتوصله ان هو يقعد. انا مصور هنا الجزء ده بالبطيء علشان تشوف الفكرة. يعني انا في ايديا دلوقتي الاكل اللي هو بيحبه قطع من اللحمة، بعديها من فوق راسه هو الكلب غصب عنه لازم يقعد علشان يشامم ريحة الاكل في ايديا وهو ماشي معاه. طبعا مش كل الكلاب انت هتبدأ ان انت تمشي ايدك من فوق راسها هتقعد، لا، في كلاب ممكن ما تقعدش، في ممكن تلاقيه بيلف ومش عايز يقعد برضو، وتلاقيها بقت مشكلة بالنسبة لك ان انت مش عارف تخلي الكلب يوصل للمرحلة ان انت عايزه يقعد فيها علشان تقول له امر ست وتبدأ ان انت تكافئه. لكن برضو الموضوع حله بسيط لان في كذا طريقة تقدر توصل بيها الكلب لوضعية الجلوس. دي واحدة من الطرق اللي انا عرضتها معاك دلوقتي، دي واحدة من الطرق دي اللي هتساعدك في التدريب لو الكلب عملها معاك بشكل سهل وبسيط وما طولش عليك. زي ما احنا شايفين كده انا ساعات بطبطب عليه وساعات كمان بديله قطع لحمة. الطبطبة مكافأة معنوية، قطع اللحمة مكافأة مادية. الطريقة التانية اللي تقدر ان انت توصل بيها الكلب الامر الجلوس، زي ما احنا شايفين كده انا هقف هنا وهثبت في مكاني، مش هتحرك، الكلب هيجي لحد قدامي وهيجي قاعد. المنظر ده بنفس التفاصيل بنفس الشكل انا عملته وفي تدريبات كلب الجيرمان شيبرد الكلب لاسي في عمر 45 يوم. انا عملت التدريب ده بنفس الطريقة، وقفت قدام الكلبة كده، هي قعدت زي ما احنا شايفين كده الكلب رامبو وهو بيقعد. في اللحظة اللي هو بيقعد فيها الكلب هتبدأ برضو ان انت تقول له ست وتبدأ ان انت تديله المكافأة. طبعا هنا انا عايز اوصل لك حاجة، ان اغلب انواع الكلاب بيمشي معاها جميع التدريبات. يعني اي تدريب انت ممكن تعمله ممكن تدريب واحد يمشي مع كذا نوع من الكلاب، لكن دي مش قاعدة ثابتة. يعني ممكن كلب يتعلم التدريب بطريقة وفي كلب تاني ممكن يتعلمه بطريقة تانية. يعني في حلقة انا كنت بعمل ازاي ان انا اكسر خوف الكلب ان هو ينزل السلم، الكلب اللي له علشان ينكسر خوفه انا كنت بحط له بعض مكافآت على السلم، فبدأ ان هو ينزل على السلم لوحده وخلاص ما بقاش خايف من السلم ونزل. لكن بالنسبة للكلب رامبو ما كانش الفكرة بالنسبة له كده خالص، لا مكافأة أثرت معاه ولا أي حاجة. اللي أثر معاه اللي شاف الحلقة دي، إن أنا رجعت خدت الكلب ونزلت حطيته على الدرجات القريبة للبسطة الكبيرة، بدأ الكلب إن هو يشوف إن البسطة الكبيرة قريبة منه فبدأ ينزل وكسر الخوف بتاعه. فمش كل كلب أنت برضو بتعلمه تدريب هيكون زي التاني، لكن في بعض منهم بيكون عنده بعض اختلافات زي ما احنا شايفين كده. عشان برضو ما طولش عليك في الفيديو، هتبدأ ان انت تكرر التدريب مع الكلب كذا مرة. التدريب لما بيتكرر مع الكلاب اللي هي شخصيتها قوية زي الروتوايلر والبيتبول، التكرار الكتير بيوصل الكلب ان هو يعمل الامر باحترافية وبشكل سريع وكويس، وخصوصا ان الكلاب دي بيكون عندها نشاط وعندها قوة جامدة. من الحاجات المهمة جدا في التدريب اللي انا بعمله قدامكم دلوقتي ان الكلب يتعود ان هو يقعد جنب رجليك. طبعا الجزء الاول من الفيديو
ان انت تعلم الكلب امر الست، ويكون قاعد، مش شرط يكون قاعد جنب رجلك، يكون قاعد قدامك او قاعد في اي مكان، مجرد ما يسمع ست يبدأ يقعد. دي مهمة جدا جدا قبل التدريب ده. بعد كده هتبدأ ان انت تعوده ان يقعد جنب رجلك زي ما احنا شايفين كده. دي هتعمل ايه بقى معاك بعد كده؟ دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت لما بتوصل لمرحلة انك هتعلم الكلب امر هيل، وان الكلب يمشي جنب رجلك، دي حاجة من الحاجات الاساسية في التدريب ده، وهتكون بداية خطوات تدريب الكلب على امر هيل او المشي جنبك من غير سلسلة. هي بدايتها ان الكلب يكون متعود ان يقعد جنب رجلك اصلا زي ما احنا شايفين كده. زي ما شفنا كده مع بعض، طبعا كلاب البيتبول من الكلاب العنيدة، وبتحتاج الكلاب العنيدة دي لتكرار التدريب كتير. لو عندك الكلب ده حاول ان انت تكرر التدريب معاه كذا مرة، هما اذكياء وبيفهموا لكن محتاجين تكرار. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة. ما تنساش لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من الحلقات، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.